أهلا بكل الأحباب، يتواصل هذا التجوال المسائي من أم درمان هذا المساء، ونقف عند ضيف العدد، واحد من الضيوف المهمين والمؤثرين في مجال السياسة بشكل عام، وضيف أيضا لا يحتاج لمقدمات طويلة، ألا وهو سعادة الفريق محمد حمد العقلي، رئيس حركة الوفاق القومية لوحدة السودان. نفرد هذه المساحة تعريفيا بهذه الحركة وبداية النشأة وعديد الأهداف اللي هم ساعين تمام السعي لتحقيقها. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك سعادة الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على المرسول ورحمة للعالمين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. الشكر كل الشكر لقناة أم درمان الفضائية والتيم العامر بهذه الاستضافة المسائية، ونحيي الشعب السوداني المعلم وأيضا جماهير حركة الوفاق القومية لوحدة السودان، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى يعني يوفقنا إن شاء الله في هذا اللقاء. مرحبا بك سعادة الفريق محمد، ومبدئيا شكرا لتلبية الدعوة، ومباشرة ندلف إلى تفاصيل هذه الفقرة، وألا وهي الحديث عن نشأة حركة الوفاق القومية لوحدة السودان، تحديدا نحن الآن في مرحلة حرجة جدا. حركة الوفاق القومية لوحدة السودان هي حركة يعني أسست منذ 2006، وانضمينا مع حركات كثيرة لكن محافظين على عضويتنا وكياننا، وهذا فكر الحركة والأهداف المنشودة. نعم، يمكن في ظل الحراك السياسي العنيف في السودان مؤخرا وعديد المشاكل اللي طغت يمكن عليها طابع النبذ القبلية، يمكن عديد الحركات يمكن اتضمت في ملف واحد ألا وهو ملف السلام للعمل على وحدة السودان ونبذ الفرقة والشتات، ودي واحدة من الأهداف الأساسية لحركة الوفاق القومية لوحدة السودان، وأهدافكم واضحة وجلية. السؤال المباشر، كيفية العمل على تحقيق هذه الأهداف السامية؟ أولا الشكر يعني لحركات الكفاح المسلح، الحقيقة يعني وضعوا استراتيجية للشعب السوداني، لابد من يكون في وفاق تام ونترك الخلافات ويكون في أمان وأمن بالنسبة للسودان لننهض من هذا المربع الخطير. نعم، الحركات الحقيقة منذ وضعت السلاح أرضا لم ترفعه قط، فنرجو أن يكتمل السلام بلبنة قويمة لدولة إن شاء الله تحقق مطالب الشعب السوداني. نعم، وهي مليئة يعني بالثروات، فقط محتاجة مننا لأمن عشان واستقرار وإدارة صحيحة. نعم. فريق محمد، عاوزين نتحدث عن هيكلة الحركة، كيف يتم الهيكلة؟ أنت قلت النشأة الفعلية هي بدأت في 2006. نعم. لكن عايزين نشوف تفاصيل داخل الحركة، كيف تمت الهيكلة؟ نعم، أول حاجة الحركة يعني لما الإنسان يقول حركة مسلحة كثير من الناس يعني تستغرب إن حركة مسلحة دي معناها حاجة خطيرة، مرتبطة في الأسهم بالسلاح. أي مرتبطة في الأداء أكيد، يعني هو إنسان حمل السلاح يجب عليه يكون حمل السلاح من أجل قضية صحيح. وطنية صحيح. نعم، يعني ما يحمل السلاح من أجل هوى نفس أو مطامع شخصية أو إثارة فتن نعم. لبعض بعض القبائل. نعم، فحمل السلاح يجب أن يكون أنت حملت السلاح من أجل قضية وطنية يعني منشودة من أجل الخدمات الاجتماعية لمواطن إن كان في الريف أو في الحضر. نعم، يمكن هي من الحركات الموقعة على اتفاقية السلام وانخراطها مؤخرا مع الجيش، خاصة إنه حركة الوفاق القومية من العام 2006 لها فصيل انضم للحركة الشعبية لتحرير السودان، وأصبحت حركة منفصلة لها برنامج سياسي وتنفيذي. كيفية المرونة ما بينكم والسعي لانخراطكم في الجيش الانخراط التام وإعادة الهيكلة مرة ثانية باندماجكم في الجيش؟
أولا حركة الوفاق القومية لها شقين، شق عسكري وشق سياسي. الشق العسكري يعني لدينا جيش قوة ضاربة، وأيضا الشق السياسي يعني شق فيه رموز ومن أعيان الوطن، فلا بد من يكون في تحول تام هذه الشقين. طيب. الانضمام في القوات المسلحة، ونحن يعني عايزين جيش قومي. صحيح. جيش. طيب. واحد وشعب واحد. جميل. فهذا القصد إن شاء الله. جميل. في عدد من الترتيبات الأمنية والمبادرات التي قامت بها الحركة، عايزين نعرف شنو من المبادرات اللي كانت وطنية علشان تعمل على وحدة هذا الوطن. أولا يعني شاكر لهذا السؤال. لا يمكن يكون في سلام في الأطراف وفي الداخل لدينا صراعات ومشاكل قبلية. لابد من نضع لبنة ثابتة للسلام، إنه عشان نهيئ نفسنا إنه لهذا الوطن العظيم، وننتقل لمرحلة ثانية اللي هي مرحلة النهضة والاستثمار والمعمار والخدمات. نعم. بالنسبة لشعبنا في السودان. يمكن واحدة من المبادرات القوية سعادة الفريق محمد كانت حضوركم فيها مشكورين في شرق السودان تحديدا، ويعني سعيكم الدائم في حلحلة النزاعات القبلية هناك. نعم. أولا يعني قبلها مشكورين، لدينا وقفات كثيرة في قرب دارفور وشمال دارفور ووسط دارفور، إنه في يعني هناك الحقيقة أيادي خبيثة تحب تشعل نار الفتنة، فنحن كنا سدا منيعا لها، ونحن جنبا مع جنبا مع الأجهزة الأمنية أول بأول إن شاء الله ندرك الموقف قبل أن يقع. برضو عملنا مصالحات قبلية من الحركة، بعض القبائل حصلت فتنة بينهم قبيلتين في غرب السودان، وبعد ذلك إن شاء الله انتقلنا إلى مشاكل الغرب ومشاكل الشرق، والشرق هو طبعا رأس السودان وبهمنا، وهو منطقة جغرافية بالنسبة لنا، ولدينا فيه يعني أكثر من فصيلين، فلا بد لنا أن يكون عندنا القدح المعلى، ونشارك أهلنا في شرق السودان ونقف معاهم ونتفحص قضاياهم الوطنية التي هي يعني حلت عليهم بفتن لا حول ولا قوة لهم. فالحمد لله وقفنا وهدأنا كثير من المشاكل القبلية، وقدرنا إنه نمتص الغبن في قلوب الناس، ونفعل الشباب أهل الدماء الحار، لأنهم هم ديل الآن محتاجين لغاية رشيد يوجههم إلى طريق الحق، والفراغ حقهم ده يجب أن يكون من أجل الوطن، ونترك الخلافات والقبلية والجهوية والعرقية والحزبية. نعم. سعادة الفريق، ثورة ديسمبر المجيدة هي قامت من الشباب وعلى الشباب، قامت باعتبار أنه الكثير من المؤسسات في الدولة هي قائمة على أعمار كبيرة جدا. إحنا ما بننتقد الجيل، لكن أنا بعتقد أنه وجودهم كمستشارين أفضل من وجودهم كإداريين. دور الشباب والمرأة تحديدا في الحركة شنو؟ أولا يعني حركة الوفاق القومية نسبة 70% هم الشباب والشابات من الشقين، ودور المرأة أيضا، لأنهم صراحة نحن حملنا السلاح من أجل هؤلاء الفئتين. طيب. سلام. أي. هم يمكن أهم ركيزتين أساسيات في النهضة والتعمير اللي أنتم يعني خلقتم واحد من أهدافكم في حركة الوفاق. نعم. اللي هم الشباب والمرأة. الشباب والمرأة، وهم لابد يعني أن يقودوا زمام الأمر، ويتوجهوا إن شاء الله بسفينة القوم إلى ساحل الوطن إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. عديد الأهداف اللي أنت ذكرتها واللي جزء كبير منها تنفذ على أرض الواقع، وأهداف الثورة ديسمبر المجيدة وما بعدها وما تلاها من سلام اللي نتمناه إنه يتم إنزاله على أرض الواقع كما يجب أن يكون، برغم من يعني في فصيلين مهمات ما انضموا لسه للسلام.
في غياب ورؤيتك العامة للسلام حاليا بالرغم من غياب هذين الفصيلين، رؤيتك الحالية شنو كموقف السلام في شكله الحالي والرؤية المستقبلية ونظرتكم أنتم كحركة الوفاق القومية لوحدة السودان في أنكم تكونوا جزء أصيل من تحقيق السلام؟ والله الحقيقة هم ليس فصيلين، هم 17 حركات حتى الآن لم توقع، لكن هم متأهبين الحقيقة للسلام، ولكن محتاجين لضمانات إنه لمشاريعهم اللي هم حملوا من أجلها السلاح. شكل الضمانات دي كيف؟ شكل الضمانات لابد من تكون ضمانات دولية. نعم. ضمانات دولية. يعني نحن عندنا مثلا مشاريع المياه أهلنا في الريف وأيضا في الحضر في معاناة كبيرة، في معاناة كبيرة جدا جدا يعني لمواطن الريف. نحن عملنا دراسات كبيرة جدا جدا وربما إنه يعني هي كلفتنا زمن ومبالغ ضخمة عشان نحن نقدر نكون ملمين بقضايا الوطن كلها. جميل. وحتى يعني بالعادات والتقاليد. فأحيانا تجد غرى إنه يعني بيشربوا من المياه الراغدة مياه الخريف، يمر على شهور إنه تتغير لأنه أي موية ما متحركة أكيد حتتلوث وتتغير، فهم مضطرين. فتلقى البهائم يشربا والإنسان يشرب في نفس المكان، في مخلفات هناك يعني في 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 هذا المياه تأثير عليها. جميل. الشيء الثاني، لدينا مناطق أيضا لن تجد فيها حتى يعني توعية صحية. أيوة. ولا إزعافات أولية. هم بعيدين كل البعد عن الـ عن الـ 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 زي ما نقول عن وسط السودان، وكانوا في السابق يسمون بالمناطق الهامشية، وإحنا المصطلح بتاع الهامش عايزين نبعده تماما يعني. نعم. نتكلم معهم باعتبار إنه السودان موحد. أكيد. هذه الحركات ال17 وهم فقط ليس دعاة حرب، أنا أتكلم نيابة عنهم الآن بلسانهم. جميل. فيجب أنه ينظروا لقضايا الوطن ويسارعوا ويبادروا بتوقيع السلام بأسرع فرصة، لأنه نحن الحقيقة في منعطف خطر جدا. صحيح. من لم ندرك أنفسنا. سعادة الفريق إذا سمحت لي، يعني في ناس كثيرة بتتساءل في مسألة إنه نحن بنقول سلام وبدأ فعليا السلام وبدأت الخطوات في تنفيذه على أرض الواقع. سلام معناته السلاح أرضا، صحيح؟ زي ما يعني بتكون المصطلحات زي ما هي. تفاجأت يعني تفاجأ السودان عموما بالأحداث الأخيرة في منطقة الجنينة تحديدا، والرحمة والمغفرة لكل الشهداء، ويعني من الحاجات المؤسفة جدا إنه نحن نقول سلام في نفس الوقت في واحدة من المناطق السودانية ما زالت فيها الحراب والاحتراب، سواء كان قبلي أو كانت هي أيادي خفية لإثارة الفتنة. فبالمصطلح البسيط إنه نحن دارين سلام عام وشامل، سلام يعني سلاح بعيد، ونقعد نحن كده سوا في السودان شمال شرق وجنوب غرب ونعمر. حتى الضمانات اللي بتتكلم عنها حضرتك ال17 فصيلة اللي طلبوها دي ما مفروض تكون ضمانات، مفروض تكون دي حاجات موفرة لهم. من الطبيعي انك انت تشرب مويه نظيفة وتاكل وتعيش بالصورة الحال وتكون حاجاتك كلها مجابة قدام، بما انك انت مواطن سوداني مفروض تنعم بعيش يعني سليم وبأمن وأمان واستقرار. والله هذا الحل يعني كله في حتة واحدة، ما لم نوحد صفنا ونترك المطامع الشخصية. صحيح. وزي مثلنا إنه في 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 كثير من شرقا وغربا يربطنا حبل ويقطعنا سيف لن نصل للغاية النهائية. أول حاجة يعني يجب إن نحن كأبناء وطن نتضامن ونتوافق الرأي، وحتى مصالحنا الشخصية نحن ندعها من خلفنا وندع الوطن هو في المقدمة أمامنا. نعم. والحمد لله نحن في السودان، السودان يعني غني بثرواته، لن نحتاج لأي دولة يعني تمد لنا يد العون. إذا نحن وحدنا صفنا، وحدنا رؤيتنا، فحركة الوفاق القومية الحقيقة يعني أتت بدور كبير جدا. كل الخلايا الميتة في
الحركات المسلحة، فالآن انضموا لها وقدرنا إنه نقنعهم ينضموا حتى يكون سلام عام وسلام شامل وسلام مرضي للجميع، وسلام فعلا يعني يأتي من أجل الشعب السوداني دون أي ضبابية. صحيح. جميل. تتحرك من الخرطوم إلى جوبا لم تجد غير إنه يعني صيدة في الشارع، ده السلام إحنا اللي بنقصده ودايرينه. جميل. اثنين، عندنا إنه الأجهزة الأمنية هي خط أحمر. خط أحمر بالذات الجيش والأجهزة الأمنية خط أحمر، نحن طيلة فترتنا في الخنادق فنحن كنا درعا بيننا وبين العدو والجيش. جميل جميل. سعادة الفريق محمد، سؤال أخير، حدثنا عن الرؤية المستقبلية لحركة الوفاق الوطنية لوحدة السودان بشكل واضح وصريح. الرؤية الوطنية، أولا الحمد لله حركة الوفاق القومية لديها رموز من أهل الربط والحل، يا سلام، وهم يعرفوا كيف إن شاء الله يكون بهم إن شاء الله وبيد إخواننا في حركات الوفاق المسلحة يتم تحول شامل من الشمال إلى اليمين. ثانيا إنه يعني الحمد لله لدينا علاقات دولية. جميل. ونحن الآن فقط محتاجين لوسيلة حركة نحتاج إلى أهدافنا إن شاء الله النهائية وتكون ملموسة ومحسوسة لدى الشعب السوداني. العانى ما عانى يعني حتى لدرجة الخبز، يعني الحقيقة دي زي ما يقولوا خشت في المقلبين الدم الأبيض. صح. فلا بد أنه يكون في إدراك سريع بإيقاع سريع ندرك هذا الموقف، وإن شاء الله يكون في تحول تام من النهضة والتنمية والاستثمار بعلاقاتنا إن شاء الله الدولية، ننقذ هؤلاء الشعب البطل الشعب المعلم العلم العالم، لا يمكن إنه هو يكون بهذا الوضع. نعم. شكرا شكرا جزيلا لك سعادة الفريق محمد حمد العقلي رئيس حركة الوفاق القومية لوحدة السودان، شكرا لحضورك ولنواياكم الطيبة ولسعيكم الدائم في تحقيق الأهداف اللي من شأنها هي ترفع من الوطن ومن شأن الوطن، وإنه دائما يكون الوطن في المقدمة بعيدا عن المحاصصات الحزبية، بعيدا عن الحاجات اللي ما بتعود علينا إلا بالضرر، الهدف إنه من يكون النفع إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا شكرا سعادة الفريق محمد حمد العقلي رئيس حركة الوفاق القومية لوحدة السودان. مشاهدينا ضيف جديد من بعد هذا الفاصل. حياتي
بنبدأ؟ كلهم الثلاثة ديل بنسويها بالأشكال دي. يلا كده سوينا الأربعة بالأشكال دي. نقوم نجيب الجزء ده بعدين نفتحها بعدين ننزلها هنا. مرحبا من جديد متابعينا، واكيد ضيفنا الثاني في حلقة اليوم هو ضيف مميز جدا. زي ما انتم شايفين هنا على الترابيزة مجموعة من الحياة احنا ما عارفين هي شنو، لكن هو عايزين انه يورينا هو منو وعامل لنا شنو الليلة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اسمي بيكر قصي بيكر قريش، انا عمري 9 سنوات، بدرس مدرسة رياض الاسلام الخاصة. تحية كبيرة لمدرسة رياض الاسلام. حبيبي ما شاء الله عليك، الله يحفظك. ما شاء الله. طبعا انا تحمست من قبل الفاصلة، انا زادي متحمس من عرفت ان الليلة ضيفنا هو بابكر. صراحة وعامل لنا حاجات ظابطة، احنا دائما متعودين نستضيف ناس كبار ومواضيع جادة شوية كده، لكن اليوم يعني هي جادة لكن بلونية بتاعت اطفال. مرحبا بك يا بابكر. طبعا انا لا ادينا المساحه محمد، خليني على جنب كده مع بابكر. اول حاجه انا مبسوطه انك انت معانا الليله، وكل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا الليله، كل الامهات وانا واحده منهم فخورين بك، وبيتمنوا انه عيالهم يكونوا زيك بموهبتك وبجمالك وبحلاوتك. شكرا عشان انت جيت وجبت لنا معاك الحاجات الحلوه الكثيره دي. قبل اي حاجه ورينا انت بتعمل شنو. نحن كلنا بنستهون الكرتون، وانا شايفه كل اعمالك القاعده هنا بالكرتون، لكن انت من هو قطعه بتترمي شلته وظبطته وزدت عليه بحرفيتك وموهبتك وعامل لنا حاجات ظابطه شديد. يلا يعني ورينا في البدايه انت بتعمل شنو، بتعملها كيف ومتين وين وكل الاسئله دي. طيب قوم اتحرك لو عايز تتحرك. دي شنو دي؟ غسالة. غسالة.
شغالة؟ طبعا غسالة شغالة يعني لو المشاهدين متابعين. خلينا نشوفها بكير. طيب هي دي غسالة. أول حاجة أنت من وين جاتك الفكرة أنك أنت تستخدم الكرتون؟ بالإضافة إذا الكاميرا هنا معاي جوا عاملة بالحجار البطارية. أيوة بكل التفاصيل اللي بتخليها هي تشتغل بحيث إنها تكون تلاجة عديل بأوف وأون صح؟ أيوة بتركن. بتركن ليه؟ لا ما بتركن أنا قفلتها. ليه بتركن ليه بابا كده؟ كده ورينا تاني عامل شنو من الحاجات الكثيرة دي. طيب خلينا نعرفينها. دي شنو؟ ده دربكين. دربكين شغال هاي بيشتغل بالتليفون يا زول. بالتليفون كمان. طيب انا اساعدك اديني مساعد الشخص الليله ضروري لازم اللي انا حستفيد من بابكر واتعلم اها بوصله معينه. ايوه ايوه طيب بيشتغل كده. يا سلام يا زلمة يعني والله أنا طبعا منبهر. أنا منبهر شديد من الحياة دي يعني حقيقة. طيب ده دربكين. أنت عامل شنو هناك التبشيرة إنه يشتغل؟ عشان الطاقة عامل أيوة معينة طبعا بالطاقة. أنا ما عايز أتفلسف فقمت قلت له لا لكن أنا زادي أنا مصدوم يعني بالفكرة. أكثر حبيبي كده التبشيرة. وين التبشيرة؟ ورينا. هي بتنحت الطباشير يعني على فكره هي شغاله بقوه لما كده تتحرك. تفضل يا محمد. يا سلام يلا الناس لو بتتابع انه الدربكين ده شغال يعني ودي طباشيره. انا مفتكر طبعا ما بديت الحلقه انه الموضوع ده عباره عن اشكال لحاجات هي ما شغاله لكن انا اثبت لنا على الهواء مباشره انه الحاجات دي كلها هي شغاله فده يدل بيدل على انه فعلا يعني الابداع واصل مراحل بعيده بالنسبه لعمره. عامل لنا شنو ثاني يا ابا بكر؟ ثاني دي شنو؟ دي عجله؟ لا ركشه؟ لا لا دي جرار؟ ما كانت لا شفت بتاعه المويه دي؟ ترومبا؟ لا ولا مكنسه كهربائيه؟ مكنسة كهربائية. يا سلام كده اشوف يعني شغاله برضه. جبت ليك المواد جربهم لينا طبعا احنا عايزين تجارب يكون سوين يا محمد. لا يعني جربها لنا هنا شغاله هنا طبعا حنعكس بعدين الصوره للساده المشاهدين برضه بالتليفون. طيب برضه بالتليفون كويس كده هي مفروض تشتغل طوالي تشفط بتشفط يلا كده. فوق هنا اشتغلت انتهت حسابها يمكن بعد شويه عاوز مراجعة ولا تعذب نفسك خليها ما مشكلة ورينا حاجة ثانية اشتغلت من جوا هناك معناها بتشتغل بنفسها ايوه طيب افتحها من جوا ولا اشتغلت شغالة هي شغالة انت حاسب هواسة لا هنا انا ما حاسب حاجة طيب خليها دي خليها كده على جنب لحد ما تفحصها يا باشمهندس رجعها اعمل لها اعادة يا بابكر احنا قبل ما نشوف باقي الحاجات دي 200 انت بديت اقعد ارتاح حبيبي 200 انت حسيت انه انت بتقدر تعمل حاجه ومنو ساعدك قال لك انت الفكره اللي عندك دي هاك الحاجات دي ونفذها عشان انت توصل للحاجه الدائره من 200 انت عمرك ما شاء الله يا دوب عمره صغير يعني انت بديت قبل كم سنه يا بابا بكر انا بديت لما كان عمري 7 سنوات 7 سنوات 6 سنوات الفكره دي جاتك من وين كنت عايز تعمل الحاجات دي اشوف على الصغار بيلعبوا بالطين بيلعبوا كوره بالعجلات لكن كونهم يبعدوا بشوف اليوتيوب وبقلد الحاجات بتقلد باليوتيوب هاي اتعلمت حاجات كثيره هاي الرغبه جات من وين يعني انت الخلاك تفتح اليوتيوب شنو عشان تشوف تصنيع الحاجات دي بالذات لانه اليوتيوب فيه حاجات كثيره صح هاي كنت بشوف العجبك شنو فيها انك تعملها الحاجه اللي خلتني يا اخي انا والله داير اعمل الحاجه دي نفسي اعملها يعني انه هي تشتغل وبتتحرك هي شنو؟ عارف يا محمد وبابكر يعني بيقول لك الامهات لازم في بدايه عمر اولادهم من عمر 5 6 المرحله العمريه الثانيه تنتبه لولدها اذا عنده زي الموهبه اللي عند بابكر اذا مكسر احنا مثلا الواحد متعصب تقول لك كسر لي الحاجات هو الا يشوف جوا فيها شنو فانت كنت كده يجيبوا لك العربيه اللي تفتش من جوا فيها شنو ومنها بدت الفكره عندك في راسك وبدات تنفذها وتشوف اليوتيوب وتنزل فيديوهات ماما اكيد ليها دور كبير في الحاجه دي وساعدتك وكانت واقفه جنبك تحيه لوالده بابكر اللي هي ساره عبد الرحمن بركاوي صح؟
ماما كيف؟ كان بتعمل لك شنو؟ كان بتساعدك؟ كانت بتدعمني وبتساعدني ويعني بتخليني بتشجعني. ويا سمعانة طبعا الله يديها الصحة والعافية وشاكرين حضورها. تفضلي محمد. اي انا بس عايز اسال يعني احنا الاطفال في عمره هم دائما زي ما انت قلتي بشكلهم وما تعملوا وما تسووا. انت في البيت لما اول يوم بديت تعمل فيه اول حاجة عملتها شو من الحاجات دي؟ يعني اول حاجة صنعتها يعني كنت بصنع حاجات كثيرة. اول حاجة عملتها شنو؟ اول شيء والله ما متذكر. المطبخ ما عملته اول حاجة؟ ايوه اول حاجة عملته المطبخ. ده مطبخ؟ ما شاء الله عملته ساي لكن من غير حاجات كهرباء من غير ما يشتغلوا كده صح؟ ساي هو ما هندسه هو داير سباكه. الفرن وين طيب؟ تعال فرن كده ورينا الفرن. المطبخ هو مع المطبخ ده براه لكن براه. شغال صح؟ لا لا ما شغال ما بسخين. ده واحد من ده اللي عملته اول بعد المطبخ طوالي صح؟ طيب لكن ما حصل ما فكرت انك تشغله كده. طيب بعديه عملت شنو بعد ده؟ والله الثالث المبرد ما عملته بعد ده؟ انت طبعا مذاكر اكثر منه. انت عارفه انا لانه انا بس لانه انا ممكن انا كنت متوقع اعمل حاجات زي دي بس حاجات ما شغاله كده وجهها على الكاميرا. المبرد ده طبعا شغال وبيبرد مويه يعني حسب ما شفناه قبل شويه. فكيف بيكب المويه من وين يعني؟ بالحقنه؟ انا عملته بالحقنه لكن ما بيكب مويه. هو ما بيكب لكن بيبرد مويه صح؟ طيب هو في شنو؟ مويه. لا اللي بيخليه يبرد شنو؟ انا بس داير اعرف. يا بالحقنه ما في حاجه جوا صح؟ ايوه. طيب يا بابكر انت مثلا لما تصمم الحاجه المعينه وانت عايز تنفذها وتجي تبدا تشتغل فيها تحس انه فيها مشكله معينه بترميها ولا بتحاول تصمم انك انت مره ثانيه انا اشوف الخلل وين واعالجه؟ يعني بخليها بشتغل فيها عشان تشتغل عليها. بتمشي تسال بتسال ماما او بابا او اخوانك او بتراجع اليوتيوب مره ثانيه براجع الحاجات ما بتمل منها يعني. طيب براك لو حصلت لك مشكله بترجع تسال امك وابوك ولا بتمشي اليوتيوب؟ مشي اليوتيوب عشان تعرف المشكله شنو وين. الكام بيقطع معاك الكرتون منو اللي بيوصل معاك التوصيلات؟ انا شايف في لحام هنا وفي حاجات ملصقه وكده. في مقاسات كمان براكه بتعملها ما شاء يعني ماما ما بتساعدك؟ لا لا لا. طيب حتى المدرسه كمان يعني ليهم التحايا هم اهتموا بموهبتك وبشغلك صح؟ في المدرسه كان بيهيئوا لك الجو عشان انت تصمم حاجاتك دي؟ في المدرسه برضه بيعملوا مسابقات. هاي مسابقات في المدرسة. أيوة. عشان يعملوا مسابقات دائما أنا بفوز. أستاذ منو كان ال بيدعمكم أستاذ منو؟ مديرة المدرسة. السمية السماني. أيوة. ثاني كان بتدعمكم كيف يعني كان بتعمل لكم شنو؟ كان بتعمل لنا مسابقات دائما مسابقات. بفوز فيها. طبعا لازم تفوز فيها ما شاء الله عليك. أيوة. دائما بفوز فيها. كان بتفوز طوالي ما شاء الله. كان بتدق جائزة وكده بكرموك. بكرموني. طيب انت لما تعمل حاجة وتفوز في الجائزة وتجيب المركز الأول ويدوك جائزة كنت بتفكر في شنو يعني بتكون ده تبقى شنو اللي قدام انت يعني انا والله فزت انا واصل ولا انا بس اعمل في حياتي اللي بعمل فيها دي؟ من انا لما اكبر هبقى مهندس. عايز تبقى مهندس بتاع الكترونيات ولا معمار؟ معمار. ده الكترونيات لك. لا على فكره هو ممكن يكون مهندس شامد بشري احنا شايفينه لانه هو ما خلى شيء ما شاء الله لو كان الكترونيك ولا هندسه كهرباء. انا طبعا مهندس زيك يعني ما تشوفني انا قاعد هنا انا ذاتي دارس هندسه. ما بين المهندسين. طيب هو عنده نشيد يا هنا خليه يقولوا لك. يلا نسمعك كمان بتقول نشيد. يلا نسمع. انا عندي حلم كبير انا ولد سوداني وبردي عجباني وما في زول بيتحداني. يا سلام الله اكبر. ما في زول بيتحداني شوف الكلام ده. يا سلام ما في زول بيتحداك والله. انت عارف بعض الناس هيشوفوك في التلفزيون اي زول حيقول انا همشي اعمل احسن من حاجه بابك. طيب عشان انت تعمل كده مفكر تعمل شنو ثاني لقدام؟ عشان راويه دي تكون ذاتها مبسوطه كده زي ما هي هسه مبسوطه. طيب خليني اكلمك عن جروب المبتكرين. طيب يلا انت طبعا ماما بتحفزك في البيت واصحابك في المدرسه واساتذتك في المدرسه في اماكن كثيره نادوك فيها وحفزوك وشلت جوائز وشهادات زي واحده من الشهادات اللي معانا هنا اهين نوريها للساده المشاهدين. دي من منظمه الطفل الايجابي. منظمه الايجابيه التطوعيه. ايوه دي واحده من الشهادات اللي اخذتها والاماكن اللي انت اخذت فيها جائزه. وين تاني مشيت واتكرمت وفزت؟
ادوك شهادات وين ولو ايات مسابقات ثانيه غير الان المدرسه؟ شلتوا شهاده واحده. اها طيب. يعني ان شاء الله همشي اماكن اكثر وغشي شهادات ثانيه. الناس المبتكرين قدموا لك شنو؟ ابتكار منحه. هاي دوني منحه. وين هي مكانها حتكون؟ حتمشي وين ولا وراكم حتعمل شنو؟ هاي اها شنو حتعمل شنو؟ قالوا لكم قال لكم حتمشوا وين يعني؟ يعني المنحة حتمشوا وين؟ تعملوا حاجة معينة ولا؟ والله ما متذكر. الخيارات كلها يعني مطروحة. أنا زي ما سامع يا راوية هي يعني هم الناس ناس المبتكرين الصغار هم حيشتغلوا أونلاين على ما أعتقد أونلاين صح؟ حتعمل حياتك دي قدام الناس كلها وشوفوك عملتها عشان يصدقوا إنك أنت اللي عملت الحاجة دي صح؟ أها خلي طيب حسابه يلا. في الانستغرام اسألي يلا عشان الناس تتابع طبعا يصلوا لك كيف يلا ما هي دي انت زي ما الناس بتشوف حاجاتك بقت السوشيال ميديا الانستغرام والفيسبوك بتوري فيها شغلك اكثر والناس بتعرفك اكثر واكثر عندك حساب في انستغرام صح؟ اي جدو دوت ون اسمه شنو؟ جدو دوت ون جدو دوت ون اسم جدو ده جاي من شنو؟ يعني لقبي جدو لقبك جدو انت اللي قدام عايز يسموك جدو ولا يسموك بابكر؟ يعني يقولوا باشمهندس بابكر المبدع الخطير ولا يقولوا جدو؟ بابكر بابكر بس في الانستغرام ولا ممكن يلقوك ثاني وين؟ الناس اللي عايزه توصل لك يعني؟ ان شاء الله هعمل قناه في اليوتيوب. تمام قناه في اليوتيوب ان شاء الله قناه في اليوتيوب. طبعا انت قاعد تمشي السوبر ماركتات وكده طبيعي بتلقي المكنه بتاعت الكاشير دي بتقرا السعر ايوه وعاملها هو لنا طبعا حبيبي ما شاء الله خليه يوريك لها خلينا نشوفها يا سلام يعني كامله بيل جهاز اوكي منوره انت ملاحظه انها أيوة شغاله فيها اشاره ضوئيه قبلي كده على الكاميرا عشان يوريهم هي شغاله طبعا كامله على فكره هو ده المنتج اذا انا اخذته طيب يا بابكر انت هسه محتاج لشنو داير شنو يعني يعني الناس ممكن تقدم لك شنو عشان تواصل في الحياه اللي انت بتسوي فيها دي مثلا زي يعني كرتون زياده داير كرتون ولا عايز شنو ادوات كده أيوة. ادوات انت مش حتطور من حاجاتك دي الليله كلها صممتها انت ونفذتها بالكرتون بكره بعد تكبر شويه حتصممها بادوات الحقيقيه صح بشكلها الحقيقي طيب في حاجه ده تعملها ثاني جاتك فكره تعمل حاجه وهي ما موجوده هنا يعني او تخترع جهاز ما موجود في السودان انا اغير حاجه صنعتها انه هي المكنسه دي اخر حاجه المكنسه دي اخر حاجه عملتها في حاجه ده مفكر شنو تعمل المره الجايه عندك فكرة ربط الشغل بالبرمجة وكده؟ هاي عندي برمجة لوحة شنو؟ إن شاء الله هعمل بلوحة الأردوينو إن شاء الله هاي لوحة شنو؟ مشروع اسمها شنو لوحة شنو؟ الأردوينو بتاعت شنو دي؟ بتعمل شنو؟ بتعلمك البرمجة بتعلمك البرمجة هاي. يعني أنت عايز تعمل يعني أنت عايز تقرأ إلكترونيات ولا معمار ولا ما شاء الله وبرمجة كمان وبرمجة طيب هسه في عمرك الحالي ده ما كلمت ماما إن هي يعني تدخلك في مركز معين بحيث انك انت تطور من الموهبه اللي عندك دي لو كنت عايز برمجيات تدخل ولو برامج تاهيليه على قدر عمرك الحالي وتساعدك انك انت تطور من حياتك. ادوني منحه عشان منحه اي هم ادوه منحه وحيشتغل اونلاين ان شاء الله حيدعموا طبعا يا راويه على حسب ما تستاهل كل الدعم شنو من الحاجات الكثيره اللي انت عملتها دي كانت بالنسبه لك صعبه واخذت منك مجهود كبير يعني سهله يعني كلها سهلة شنو كلها سهلة؟ ناس ال جي انا حسب ما جاتني المعلومات انه شركة ال جي حتكرمك وعامل ثلاجة ال جي شغالة؟ هي لو ظاهرة في الكاميرا طيب فيها وصلاتها كمان؟ ايوه كويس ده الفليزر من الفلين ايوه طيب ومن تحت هنا ما عايزة اخرب عليك بتفتحها ايوه اوكي وفيها الدرك تحت ما خليت حاجه ما شاء الله ما شاء الله وين الفواكه والحاجات يلا نور لنا الثلاجه دي طيب مش بتنور هاي بتنور من وين نشوف ايوه يلا قبلي كده على الكاميرا عشان الناس تشوفها يا رب هي منوره طبعا عشان اضافه للاستوديو يعني الضوء ما احاول انه اقول الفكره هي ما فقط في الكرتون اي الفكره ما كده انا مفتكره كده في البدايه طبعا لكن انا هسه يعني مصدوم في انه الحياه دي هي شغاله يعني ما حاجه أيوة. كلام ساي
ان شاء الله زهره. في حاجات عملتها من راسك ما عملتها من اليوتيوب؟ قفلت النور كلها من راسك كلها في بعض من الحاجات من اليوتيوب شفتها. والحلاق وين الحلاق؟ قررنا نشوفه. عامل حلاق طبعا يا راوي. السلام ده مشروع جبار كمان. طيب انا دي انا ما عرفت يا أيوة. بقدرك في الليك النور لكن شنو عشان ما تضعف البطاريه. أيوة. انا هشوف دي حوريها للناس وانت اكفل النور بتاع أيوة. الثلاجه. دي شنو طبعا دي حاجاتكم انتوا يا محمد. دي شنو ده؟ اي ايوه دي الماكينه حقت الحلاقه صح؟ مفروض مفروض تشتغل بالزر ده صح؟ لكن ما خلينا نشتغل. احنا يا راويه يعني نسبه لضيق الزمن ونسبه لانه الحياه دي كانت كثيره شديد هنحاول انه نفرد مساحه اوسع من كده لبابكر و بابكر بس يا سلام بابكر شكرا يا اخي شكرا كثير. عايز تقول شنو يا ماما وعايز تقول شنو لبابا لاخوانك اللي هم جو الليله معانا كمان الليله. شكرا لكم كلهم. شكرا لماما ولبابا. شكرا لكم كلهم وشكرا على اي شيء شكرا للبيئه ذاته اللي خلوك تقعد فيها. هاي.